أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة القارعة ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية.
صدق الله.